أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجرنا فيها
كل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم مسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون من نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويل مرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون فلا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ما هم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرسلون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما تكسبون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
Ya Rabbi alemin defteri amelimiz günahlarla leke dar olmuş. Zat-ı Ecel-i Alâ'na bakacak yüzümüz kalmamış. Ancak senin Settar, Gaffar, Rahman ve Rahim olan ismi şeriflerine güvenerek ellerimizi semaya değil, sarayıyla mekanını açtı. Canımızın tacı, dertlerimizin ilacı. Bundan 1400 kusur sene evvel Hira'da tek başınayken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını açmak suretiyle beşeriyeti zulmetten nura çıkartan, günde 5 vakit eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip ismini zikrettiğimiz Efendimizin mübarek ruhu tayyibesine hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Uyku halinde cemalini görmeyi, dünya hayatındayken kabrini ziyaret edebilmeyi ve ahirette şefaatine nail olan kullar arasına bizleri nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Peygamber Efendimiz arasında gelmiş geçmiş tüm peygamber ve sahabelerinin de mübarek ruhlarına hediye eyledi, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı birkaç gün evvel aramızdan ayrılmış bulunan merhum Osman Akın kulunun da ruhuna hediye eyledi, kabul eyle ya Rabbi. Günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Makamını cennet bahçesinden bir bahçe ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Uzaktan ve yakından gelmiş, şu an şurada amin diyen cemaati Müslümin'in de ahirete taalluk etmiş bulunan ana baba, akraba, evlad-ı niyya ve tüm ehli imanının da ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Hasbel beşer işlerinde kabir azabına düşmüş olanlar var ise de okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın lütfü hürmetine affı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. İsimleri unutulmuş, nesilleri kurumuş, kimseleri kalmamış. Bu mübarek gün ve gecelerde ben kullarının da ruhuna hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, herkesin var bir kesisen, kimsesizler kimsesiz. Alemi Kâben için, Habibi Ekrem'in için dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bir gün gelip, bugün kimseden kimseye fayda gelmez, bugün iş Allah'a kalmıştır hükmün tecelli ettiği günde. Yemeler tüklü serayit, Gülkara salavat, İmam-ı Harameyn, Muhammed Mustafa'la salavat. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi için ve ölmüşlerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha. Andra Bey. Hocam yemek yiyor.
Amellerini makbul, ticaretlerini ticaretlerinden tebur eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, bakiler selameti için, dualarımızın kabulü için, muratlar vusulü için, hasreten Allah rızası için el Fatiha. Allahümme salli. Allahümme salli.